أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أنه متى ما توحدت الكلمة بشأن القضايا الاقتصادية والتجارية وكان صوت التجار واحدا بخصوصها كان حلها أسرع وكان التعامل معها أيسر، مثنيا سموه على دور غرفة تجارة وصناعة البحرين في لم شمل التجار والتوحيد للقرار التجاري. وامتدح سموه ما تمتاز به صحافتنا الوطنية وكتابها من اتزان وعقلانية في الطرح والتحلي بروح المسؤولية في معالجة القضايا بعيدا عن الانفعال الذي يؤجج دون مبرر. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر القضبية صباح اليوم لعدد من رجال الأعمال والتجار وأصحاب الفكر ورجال الصحافة، حيث استعرض سموه معهم عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني والإقليمي والجهود التي تبذلها الحكومة للارتقاء بالواقع الخدمي للمواطن والوصول به إلى أفضل المستويات وأرقاها. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهمية تعزيز قيم التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، فهي البواعث التي تقود نحو المزيد من الإنجازات التي ترتقي بالوطن وتكرس ريادته في مختلف المجالات، منوها سموه بأهمية تشجيع العادات والخصال الحميدة التي تزيد اللحمة الوطنية وتعزز التماسك المجتمعي لدورها في حماية الأوطان. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمنجزات التي يحققها أبناء الوطن في المجالات المختلفة وبدور هذه المنجزات في تكريس سمعة البحرين دولياً.